ملل يسري أنهى صبري أب لقوانين البشري ما أبطع سير الطابور ما أسوأ صف الطابور أنت بتعدي وبلا حلفي أنت انصرفي كوني خلفي قد قيل قديما يا أنت سيف شبيههم بالوقت بهدوء التزمي الصفا أبدا أبدا لن أصطفى ولا حتما قبل الغير من فضلك عودي يا أختي صح يا صاحبة الصوت صح 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 هاتي الحلوى غصبا عنك وقتي يمضي آه منك أحسني ألفاظك وانتظمي خير من زلات الكلم احذري مني قبل الوجع ماذا يمكن أن تصطنعي ماذا يمكن أن تصطنعي؟ الصوت العالي مع الغضب وتجاوز أشكال الأدب ليست أخلاق الشجعان بل نهج المرء الخسران بل نهج المرء الخسران لا 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 انهضي حالا ودعي المقعد لكن هذا مكان الأسعد انهضي حالا ودعي المقعد لكن هذا مكان الأسعد قد أعجبني قومي أفضل قسما بالمولى لن أفعل فكما لكما حق في أن تختار الأجمل والأحسن من كرسي أو طاولة فكذلك من حقي أيضا عمري الفتان لا تصلها أمرا أبدا ولها كوني عونا سندا يا صاحبتي أهلا مرحبا قومي بالواجب كي تذهب لا ترتكب خطأ مثلي هيا تذرع بلا خجلي درسا لن أنساه مرة إن تظلم إنسانا حرة سيعود الظلم بلا شك لحياتك كم تبكي ندما لا ترتكب خطأ مثلي ملل يسري أنهى صبري أب لقوانين البشري ما أبطع سير الطابور ما أسوأ صف الطابور أنت بتعدي وبلا حلفي